النهارده السيده وزيره الصحه اكدت انه سيتم اسراع وتيره التلقيح، هيتفتح مراكز اخرى للتلقيح في كل الجمهوريه عشان وتيره التطعيم تكون ازيد. اتكلمت على تصنيع ساينوفاك في الصيني في مصر، اتكلمت ايضا على تلقيح ان هيبقى في حصه للحجاج اللي رايحين للحج، وانه هيتم تلقيح قطاع السياحه والطيران وكل القطاعات الاقتصاديه ومختلف الطواقم الطبيه. نسمع جزء مما قالته السيده وزيره الصحه في المؤتمر الصحفي مع السفير الصيني اليوم. كل اللي حي يعني يسيبهم يعني الحظ ان شاء الله ويكونوا على خير يا رب لاداء فريضه الحج هيتلقوا اللقاح، واحنا عاملين حسابنا ان احنا عندنا لقاحات تكفي لموسم الحج باذن الله. بالنسبه للسياحه، السياحه من ضمن القطاعات المهمه جدا اللي احنا بعتنا في اتفاقيه الجافي او اتفاقيه التحالف الدولي ان مع مزيد من اللقاحات وبالتوازي مع لقاح الامراض المزمنه وكبار السن هنبدا ندي لقاحات للعاملين في القطاع السياحي والقطاع الصناعي وقطاع البنوك والقطاعات الاقتصاديه، لان احنا من اول يوم واحنا بننتهج في اداره هذه الجائحه التوازن بين فتح الاعمال وعدم اغلاق اي نوع من الانشطه الاقتصاديه وعدم فقدان الوظائف. بالعكس، مصر من الدول القليله جدا اللي شهدت تطور في المناحي الاقتصاديه بالايجاب، ومعدل النمو الاقتصادي نما بالايجاب، ومعدل البطاله قل. وحرصا من الحكومه المصريه على بقاء القطاع الاقتصادي كله بانشطته ومنها القطاع السياحي والطيران وخلافه، احنا في مجلس الوزراء وبرئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء في لجنه الازمات قررنا ان احنا مع الشحنات الكبيره في التحالف الدولي نبدا ندي لقاح لهذه الانشطه وعلى راس السياح. بالنسبه للتوسع في اماكن تقديم اللقاحات، احنا بدانا بحسب الكميات اللي جات لنا، ولكن احنا منسقين مع الساده وكلاء الوزاره للتوسع في هذه الاماكن، وان شاء الله في يعني قريب جدا هتبقى كل المراكز الصحيه وكل مستشفيات وزاره الصحه بلا استثناء اكثر من 5000 وحده صحيه ومركز صحي واكثر من 600 مستشفى هيكون فيها تلقي اللقاح بشكل يعني مكتب لتلقي اللقاح او عيادات لتلقي اللقاح. إذن التوسع في الأماكن اللي بيتم التلقيح فيها مش بس الأربعين مكتب اللي كان تم إنشائهم للقاحات، ولكن احنا بنتكلم على 5000 وحدة، 600 مستشفى في الجمهورية سيتم توفير مكاتب فيها علشان يكون وتيرة التطعيم أسرع.